ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه كلكم طيبين. اول يوم العيد ما تحلاش حلويات العيد الا مع كوبايه كرك. كرك دي وصفه هندي، يعني شاي بحليب بس بطريقه مختلف. سمعنا طبعا الاغنيه وياريت تكون عجبتنا وضحكتنا شويه. هما اخواتنا الهنود مشهورين بشاي الكرك وبالاغنيه دي بالذات. مكوناته سهله وبسيطه، لكل كوبايه حليب كوبايه ميه وست حبات من الحبهان وست حبات من القرنفل، سكر 4 معالق، معلقه كبيره من الشاي البودر، ويعني كام شعرايه كده من الزعفران. هنحط كل المكونات، هنحط اللبن والميه والشاي والحبهان والقرنفل والسكر والزعفران. شايفين الزعفران؟ حاجة يعني جميلة. طبعا ناس كتيرة ممكن تحط إضافات تانية كتيرة، لكن هو ده الأصلي الهندي الأصلي الأصلي. هنسيبهم على النار يغلوا، يغلوا كويس قوي قوي قوي. طبعا ده لبن يعني ممكن يفور في اللحظة دي. ممكن أضيف طبق يعني صيني علشان ما يفورش مني. أرجع أصفيه بمصفى ناعمة وأفضيه في الترمس. وده معانا شاي الكرك مع حلويات العيد بتاعتنا، وألف هنا وشفا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شايفين اللون؟ ياريت الكرك يعجبكم النهاردة، وما تنسوناش بالاشتراك في القناة، لايك وشير، والسلام عليكم.